مريم مطرادي من مدينة طنجة، أم ديال رازان، أتولي خاص بالكيك ديزاين ولي بوفي. جات الفكرة من مرضات لي البنيتة ديالي، جاتها لا مرضي سيلياك، يعني ما تقدرش تاكل أي حاجة عندها علاقة بال لي كيك، المهم لي غاتو بصفة عامة، أي حاجة فيها الطحين فيها هذا ما تقدرش تاكلها. من ثم انطلقت الفكره. كيكون دوك لي زانغريديون باش كنخدموا تيكونوا خصهم ضروري يكونوا سون غلوتين، يعني ما فيهمش ديك الماده الغلوتين، وهذوك لي برودوي غالبا كنجيبو من على برا، ولا كاينين دابا الحمد لله بداو الناس، كاينين جمعيات كيجيبوا هادشي، ولكن كاينين شي حوايج بالنسبه لهاد العالم ديال الكيك ديزاين ضروري خصك تجيبهم من على برا، فحال لي كولورون، فحال بزاف د الحاجات. كيك عادي يعني كتكون كتقدر تخدم بالطحين عادي، تقدر تخدم ماتيريال عادي، اما لي كيك لي سون غلوتين خص حتى في لوغو كيكون كاين الفرق. بالنسبه للكيك اللي تيكون عادي هذيك الماده الغلوتين هي اللي كتنفخ لنا الكيك وكيجي منفوخ ولذيذ ومتجانس، اما هذيك الماده الغلوتين مني ما كتكونش الكيك كيجي كيتفرتت، يعني صعيب باش تقدر تجيب واحد الكاطو 100% سون غلوتين ويكون واقف مزيان ولوغو فحال اخر. ضروري لي فورماسيون. هو في الاول بديت كنخدم في الدار، شفت الحاجات اللي خصني ضروري ندير فيهم فورماسيون، ودرت فورماسيون هنا في المغرب، ماشي فورماسيون ماشي جوج، ومن بعد درت لي فورماسيون على برا. هي بنتي يعني كنشوف راسي الا هي دابا حاليا مازال صغيره، مني غتكبر وغتلقى يعني ماماها قدرت تحقق لها واحد الحلم اللي كان، يعني هي غير باغ اكزومبل ان شاء الله مني غتكبر غتبغي غاطو د العرس ديالها سون غلوتين، شكون عيقدر يديروا لها؟ يعني غتلقى ماماها يعني نطلب الله يوفقني باش ندير داك لاتولي سون غلوتين. وعلى حساب لو تام، يعني كاين لو تام اللي يقدر ياخذ لك حتى السيمانه، ما كاين حاصرش على واحد الوقت محدد، كيدوز من بزاف المراحل، يعني خصك الكيك تصايب الكيك، من بعد تصايب لاكريم، من بعد الكاناش، من بعد المونتاج، وعاد لا ديكوراسيون.